جاي دينا اليوم مع شربيل كيريلوس. بونجور شربيل. بونجور. سافا؟ سافا. وصفتنا الصومون مع سالمون مع صور كريم خيار وتفاح. هي شو ما كثير عجبتني خبريت الخيار والتفاح. لا هلا هلا بس تذوقي عم تقلي لازم نغير لها اسمها. لا لا مع خيار وتفاح كثير طيبه مع صور كريم اكيد ومع بوم نوفو البطاطا الصغيره اللي عاده بنستعملها. الصومون مش شوي مقلي البوست رح نحط مي رح نطعم المي اكيد بالخضره يلي عاده بنطعم فيها اكيد مع بهار وملح ورح ننزل تكون اول ما المي عم تجوف 80 على الوجه تقريبا على 200 درجه فهرنهايت هيدي الحراره المضبوطه اللي عم بوش فيها ومن حتى من سقط سمو بقلبها وهون بيكون بننطر شي 3 4 دقائق هون اذا خبصنا شوي بالحراره او انه بالتكنيك ممكن تزنخ مش اكثر مش انه تزنخ هي الاكثر هو انه تصير اوفر كوكت هيدي هي أوكي. ما لازم تكون المي كثير عم تغلي ولا شو اسمه لازم تكون على 200 درجه تقريبا فهرنهايت هيدي اضبط حراره حتى نعمل فيها بوش اوكي هيدي هي نحن هلا البطاطا بلشنا نسلقها البطاطا اكيد مثل ما بنسلق البطاطا صغيرة. عاده صح بطاطا صغيره مع قشرتها رح نخليها اخفف انا شوي هلا رح نبلش نحط كل المطيبات بقلب المي كرمال البوتشينج مزبوط يلي عندنا هون كرافت عندنا اكيد جزر بطعم الجزر ايه اكيد بطعم كثير بندخله بالسلق كثير بندخله بالسلق لانه بيعطي طعمه كثير طيبه وما كثير بنحس فيها بس تعمل انهانسينج كثير للستوك يلي عم عم نشتغل فيه هيدا الجزر عم نشوف مشاهدينا المكونات عم بيرجعوا يقطعوا اذا حابين تأيدوا الروسات واكيد فيكم ترجعوا تحضرونا على الفيسبوك بيج لام تي في لايف لكن حطينا كرافس كرات بهار حب بهار حب وجزر وجزر هلا ملح حد بصل كمان اوكي هيدا هون مين بده خيارة؟ دو ترا بصل اكيد ورقة غاز حطها هون هيدي هي ستوك صار جاهز عندنا ناخذ ونحط شقفة حامض صغيرة كمان نايس ايه معصر هيدا هون ستوك صار كله جاهز عندنا فهون المفروض يغلي قبل ما ايه رح ناخذ شوي يغلي مزبوط بدنا نتركهم شي 5 دقائق حتى تبلش المي تاخذ طعمة كل الخضرة اوكي واخر شيء اكيد رح ننزل ونحط بقلبهم السالمون حلو مزبوط هون حتى يكون الستوك هو يعطي طعمة طيبة للسالمون هيدي هي اوكي خليهم يغلوا شوي مع بعضهم هلا رح نخفف النار بعد شوي حتى نقدر ننزل السالمون رح ناخذ بريك سريع مشاهدينا ولكن ضلكم معنا لكن الفكره انه بدنا نعمل بوتشينج للسومو بلشنا حضرنا المرأة هون حضرنا المرأة ننطرها تغلي شوي مزبوط اكيد حتى تاخذ كل طعمه الخضره تصير بقلب المي هلا رح نعمل صور كريم اللي اكيد رح نحط فيها لبنه صور كريم دائما فيها لبنه هي مش دائما فيها لبنه مايونيز لا كريم؟ هي لحالك شيء هي اساسا كريم بس إيه؟ بس نحن عم نحط لبنه اول شيء لانه بتعطيها طعم كثير طيبه أوكي. خاصه انه نحن معودين على طعمه اللبنه زياده بتساعدنا اذا ما كثير زبطت معنا وكان عندنا مشكل بالكريم هي وعم تكمش يعني. مزبوط بتساعدنا شوي صغيره بس هي نحن هون مايله هلا عم نحطها للطعمه لانه أوكي. الكريم مع اللبنه والحامض واكيد البصل والبقدونس رح يعطونا طعم كثير طيب اكيد فينا نعمل كمان زيت شي على وسك على ايدنا بس هيك احيان ناخذهم بدنا ننطر اكيد حتى تصير الكريم وب اللبنة ما بتبطئ من عملية الخفق؟ لا بتساعد أكثر ما بتساعد؟ بنحسها شوي عكريمة أكثر ايه الملمس يعني مزبوط زيادة أكيد أنا كان عاملها على الوسك كان عاملها على الهاند هيلد الميكسر صغيرة كمان فينا نركب لها الراس اللي بقلبها الوسك كمان فينا نشتغل عليها بس هي ساور كريم معمولة من شو غير الكريم؟ هي بصل
حامض، نكهة تباسكو، ملح وبهار وبقدونس. بصل مظبوط. ما بنحس بالبصل. لا هلا فينا اكيد هون بلشت تقريبا تكمش. رح نحطها بعد شوي. نايس. هذا شوي هون بنشوف انه بلشت تلقط الكريم. طيب تقريبا جاهزة. واكيد اول ما نخلص الكريم مفروض ناخذها ونحطها اكيد بالبذاد. حركها بعد شوي صغيرة انا. شو كنت عم تقلي عن البصلة؟ كنت عم بقول لك انه البصلة بكمية قليلة واكيد فينا نروح ونحط بصل اخضر معها كمان. اذا نحن ما بنحط كثير طعمة البصل هذا الشيء رح يعطي البصل طعمة بقلب الساور كريم وبس رح نحس انه طعمته خفيفة شوي. اوكي. هيدي هي. هون الكريم صارت جاهزة. رح ناخذها. هيدا اكيد الملمس يلي نحن عم نفتش عليه. هيك مفروض تصير. هيدي هي. حلو. اكيد هلا رح ناخذ ونبلش نعطيها الطعمه يلي نحن بدنا اياها. رح ناخذ بصله كثير ناعمه. نحن الساور كريم بدها تكون على جنب او كيف؟ الساور كريم هلا هي فيها تكون دفع على جنب اكيد. نحن رح نسكبها كمان بالجاد حتى نعطيه شكل للجاد اللي نحن بنحبه بالديكوريشن اللي بدنا اياها واكيد فيها نحطها يلي بحب ساور كريم زياده. أوكي. بدب على جنب. نحن هون اكيد ما بدنا بصل كثير. قولي البصلات بيقضوا بكفوا اكيد. هيدي هي. رح ناخذ شوية بقدونس كمان. رح نخلطهم كلهم مع بعضهم. بهيدي الطريقة. حلو. أكيد ملح بهار عندنا بعد شوية حامض شوية تباسكو وهيدي هي صارت جاهزة. أكيد هون حسب نحن قد ايه بنحب طعمة الحر قد ايه بنحط تباسكو. ما بنخاف على اللون ما بيأثر. لا اللون ما كثير رح يأثر. اكيد اذا كترنا كثير تباسكو رح يأثر اللون. بس بالمبدا ما لازم تكون كميه تباسكو هالقد كثيره لانه بتصير الساور كريم كثير حاره وما رح نقدر ناكلها. شكلها عظيم يا شغل. هيدي هي. هون البطاطا عندنا يلي كنا حاطينها على السلق كمان بلشت تستوي. شو تينا؟ حتى لا شيء بعد ملح بدها شوية ملح. يلا تمام. هيدا هون ملح. هلا بنشوف قديش مسك التكتشر تبعولها. عظيمة. هيدي هي. قديه طيبة هي مع بطاطا مسلوقة. هيدي كثير طيبة مع بطاطا مسلوقة زيادة نحن عندنا بطاطا مسلوقة أكيد. هلا رح نبلش أكيد بالسلاد. هلا بلشت طعمة كل الخضرة واصلا تغير لون المي كمان. مظبوط تغير لون المي هيدا دليل انه بلشت الطعمة تصير عندنا. ناخذ التفاح ما بنملح المي بلا انا حطيت ملح. ملحت اكيد جاب. اكيد اوكي.
لانه نحن هلا الملح يلي الطعمه يلي هي الملح بالسالمون رح تكون عندنا من المي. من المي بلا مش رح نملح السالمون يعني. صح. رح نعمل بهيدي شو عم نعمل هلا هون؟ هلا رح نعمل السلقه يلي رح نحطها مع السالمون. اوكي. هلا هي الفكره انه رح يكون عندنا بطاطا هلا سوتيه بعد زبده وملح وبهار كمان تحت السالمون ونحط السالمون عليها واكيد السلاد من فوق يلي هي السلاد التفاح والخيار واكيد رح ناخذ الخيار السكن ما ننسى انه هلا رح تكون شوي سمو سخنه فمو مفروض نحط الا سكن لانه حماوه السالمون رح تعطي حراره على الخيار واذا حاطين اللب بقلبه رح يكب المي تبعوله فمنشان هيك هون كمان بدنا ناخذ نستعمل سكن استعملنا اكيد التفاح الاحمر لانه الخيار هو اخضر كرمال لونه مزبوط كرمال اللون وحلوه كمان مزبوط سو شو مدخلين غير التفاح والخيار؟ عندنا تفاح خيار واكيد عندنا بعد ورق الفجل ما في اذا حدا ضايقه من قبل مع السالمون فيها الطعمه اللي شوي هيك حامضه مزبوط الحامضه على مدة اللي هي رح تعطي طعمه كثير طيبه مع الساور كريم حلو واكيد مع السالمون هيدا هون وهون اكيد هلا فينا ناخذ البطاطا ونخليها حبه كامله فين ناخذها نقطعها بالنص نحن فينا نعملها سوتيه مزبوط نحن رح نعملها مش نقطعها فينا نقطعها بلا اذا بنقطعها بتاخذ طعم اكثر بتاخذ الطعم اكثر مزبوط بس ما في لزوم نبردها ما في لزوم نبردها لانه نحن رح نحطها تحت السالمون والسالمون هي سخنه اوكي هلا نحن في عندنا طريقه ثانيه كمان نعملها انه ناخذ البطاطا المسلوقه اللي مبردينا بتكبها هي هيدي ما كبت ناخذها ونحطها نعملها سلاد شو هي؟ البطاطا، فهون يعني فينا ناخذ البطاطا نبردها ونحطها مع السلاد اللي انا هلا عم بعملها اذا بدنا نخفف على حالنا شوي لبكه، فهون اكيد المفروض تكون بارده. هون عم نقطع الخيار والتفاح تقريبا زيت السماكه وزيت الطول. هلا بنرجع بنقول انه نحن عم نقول انه ما ناخذ اللب هلا اذا اخذنا اللب مش كارثه بس عم نحكي عن احسن طريقه هي انه ما ناخذ اللب مزبوط نستعمله ومثل ما قلنا اكيد فينا نستعمل التفاح الاخضر بس المشكل هي انه ما رح نستفيد كثير من لون التفاح بعد عندنا بس رياضه وحده بنصير تقريبا جاهزين للسلاد البطاطا طفينا تحتها مش هيك؟ البطاطا طفينا تحتها هي اوريدي استويت نشيل المي عنا؟ هلا رح نشيل المي عنا هونيك شو بدك؟ هون شو في؟ فيك تاخذيهم وتحطيهم بهيك ما بدنا مصفية وين بدك تحطهم؟ حطهم بالمصفية بس هلا حتى نحن عم نقطعهم اكيد ما نتعذب هون اول ما خلص لحط اكيد حامض شوي فوق التفاح حتى يساعدنا يضل لونه ابيض مثل ما عم نقول على طول شو رح نحط صوص عليهم؟ فينا هلا اول ما نخلصهم رح نحط عليهم شويه ساور كريم ونخلطهم مع ساور كريم وهيدا الشيء رح يساعدنا حتى يعطيهم الطعمه اللي نحن بدنا اياها اوكي حط شويه بهار واكيد هلا شوية حامض هذا بيساعدنا حتى التفاح ما يسود نايس السالمون قد ايه بده وقت بالمي بوتشينج؟ بده تقريبا من 4 ل 6 دقائق حسب حجم الحبة هون ورق الفجل مزبوط اوكي وهلا اكيد رح نستفيد بعد من ورق الفجل الكامل هيدي هي هيدي السلاد كمان صارت جاهزة عنا هلا رح نبلش بالبطاطا اوكي يلي اكيد رح نبلش نقطعها نحط المقلي عنا وندوب شوية زبدة قد
قد ايه بحط؟ لا بدي اقل شوي. شيل هول. هيدي هي. نقطع البطاطا. هون البطاطا تقريبا مستوينا استوى كامل. بدنا نكزه صغيره بعد يلي هي رح تاخذهم هلا من التتبيله. من التتبيله. رح نحط كمان هلا شويه ورق فجل مع البطاطا. اكيد مثل ما مزبوط رح يعطي طعم كثير طيبه مع نكزه حامود. واكيد مثل ما قلنا فينا ناخذهم ونعملهم كلهم سلاد مع بعض. هون اذا طلع عندنا كمان حبه كبيره شوي فينا ناخذها ونعملها اربعه حتى يكون كل الاحجام قريبه على بعض. صرنا جاهزين. بسيطة اليوم شوي هي الكومبينيشن اكثر اليوم اكثر من طريقة التحضير. مزبوط. هي نفكر انه نحط كل هالمكونات مع بعضها حتى يطلع عنا طعمة طيبة نتيجة حلوة. زيادة انه شوي سخن مع السلاد اللي على الوجه. هيدي هي. هون كمان بدنا ننتبه نحن عم نحط ملح فوق البطاطا. هون بنملح؟ مزبوط هون رح ملح انا بعد شوي لانه اكيد نحن عم نسلق البطاطا كميه الملح يلي اخذتها البطاطا من السلق منا كافيه بس. هون بدنا ننتبه ما كثير نكثر حتى ما تطلع عنا مالحه. رجع نشوف كيف غير لون المي هلا. هيدا دليل انه صار كل طعمه الخضرة بقلب المي. بدنا نقليهم شوي صغيرة حتى ياخذوا الطعمة يلي نحن بدنا اياها. نحن بعد الكوكينج رح نطلع بريك ونرجع دغري على التيست. مزبوط. انا كل اللي علي اقوله انه هيدي البطاطا جاهزة رح نخلصها كمان هلا. هيدي هيك مع شوية حامض وهيدي الجاهزة سلاد جاهزة يلي عندنا ساور كريم جاهزة. كل اللي علينا انه ننزل السالمون بقلب ستوك لمدة تقريبا بس من 4 لـ5 دقائق وبيكون جاهزة ورح نرجع على تيستينج واكيد نشوف الصحن كيف مسكوب. لكن المرأة هون جاهزة. المرأة جاهزة. يعني الواحد فيه يحضر هاي قبل بوقت؟ ايه اكيد اكيد في حضرها قبل بوقت بس اكيد هون عم نحكي انه اكيد مرأة مثل حالها نوع اكل مفروض نبددها بطريقة كثير صحية وسريعة نوصلها للخمسة بين ما دي ما يبتلش ونضبها بالبلاد لأنه كمان البكتيريا هون رح تشتغل خاصة إذا كنا بنرجع بنسخنها دانجر زون. بنرجع أكيد بنسخنها بنغليها بنغليها بنتركها حتى تضل المي مثل ما قلنا سمنينج تنجف على الوجه وصارت جاهزة حتى ننزل السالمون. كيف بتعرف إنه السالمون جهز؟ ليك هي أكثر فينا ناخذ حبة سالمون لبرا ونخذها نتأكد قد إيه صارت قد إيه كيف مضبوط اللون. المفروض تضل روزيه نكزة بقلبها ما المفروض تصير كلها زيت اللون المفروض يضل الألبوم من جوا شوي مغير. هيدي طريقة أهين طريقة نعرف أكيد فينا كمان نشك فيها ترمومات نتأكد إنه الحرارة بقلبها 56 بس صرنا شوي عم نلبك المشاهدين. هيدي هي. نحن كيف رح نقدمه؟ رح نحط السلاد رح ناخذ هيدا الجاد. بالجاد بدك تحطهم. مزبوط. فينا نبلش نحط البطاطا هلا. هيدي البطاطا جاهزة. هلا اكيد خاصه هيدي اذا هيدا المين كورس اللي هو اكثر مين كورس عم نقدمه وعندنا اكل كثير حده فاكيد المفروض نعطي للشخص تقريبا 100 جرام سالمون. سو الشقف اللي عندي مزبوط. لا هيدي الشقف تقريبا 180 مزبوط. رح ناخذها هلا ونقصها. نقصهم. هيدي هي. هيدي البطاطا هون. البطاطا رح تكون هون. هلا رح نشوف انا كيف رح اقطع. رح ناخذ السالمون
بما انه الستوك صار جاهز عندنا. ناخذ السالمون هلا، كل حبة سالمون نقصها بالنص بهيدي الطريقة. هلا بنشوف المي كيف ترجع تبلش تغلي، رح نخفف النار تحتها. خفف؟ مزبوط. وهون بدي اقول شغله، هلا السالمون يلي عندي انا رح ياخذ اقل تقريبا وقت، لانه ليكو قد ايه رفيع، فهون حسب قد ايه الفيلي سومو يلي نحن جالبينه رح تكون سميكه. كيف دغري غير دغري اكيد هيدا دليل على الملح الموجود، اكيد المفروض يكون كميته كافيه. والحامض هلا بنشوف انه هلا 3 دقائق ماكسيموم. واو اميزنج. وما مفروض هلا نحرك السالمون لانه رح يفطط اذا حركنا السالمون، وهيدا شيء بخلينا نخسر شكل البافيه صغير. مزبوط، بنخليهم يضلوا قاعدين هيك لانه كل الطعمه وكل شيء موجود هو موجود بستوك اوريدي عم بفوت على اصلا. حتى ممكن فينا ناكلها وتكون بعدها نيمه. ايه اكيد، ما نحن بنعرف انه السالمون اوريدي فينا ناكله. ايه فينا ناكله ني، فهون حسب نحن كيف بنحب السالمون واي كويسون بنحب ناكله. بس اهم شيء ما تكون انطبخت زياده. اهم شيء اذا انطبخت زياده، اذا انطبخت زياده ما حدا رح يحبها اكيد لانه رح تطلع ناشفه. فهيدي هي. فينا هلا عندنا شيء 2 مينتس اكيد رح نشيلهم، ونحن عم نشيلهم اكيد بدنا ننتبه حتى ما يفلتوا ابدا. هلا انا يلي رح اعمله رح اخذ كمان شويه ساور كريم اخلطها مع السلاد يلي عندي. مزبوط. وهون بنشوف قد ايه ساور كريم هلا تينا صارت كامشه على بعض. مزبوط. رح اخذهم، وهيدا اكيد عندنا حامض نحن كمان، وهيدا يلي خلى التفاح يكون يضل لونه ابيض من جوا. هيدي هي، هيدي السلاد يلي رح ناخذها، هيدا هو اللون يلي عندنا بين لون ساور الكريم واكيد ورق الفجل يلي بقلبها. شهره الخيار هون، شوف كيف بلشت تعطي تطلع ريحه الجوز بس حركناه هون. طيب نحن رح ناخذ بريك وبنرجع بنلاقيكم بتاسي. شو هالجات يا شربل؟ شو؟ بجنن رائع كثير. حبيت حلو لانه في كثير ديفرنت انجريدينتس و هيك قصص ما بنتوقعها، يعني الخيار والتفاح مخلوط بالساور كريم مع السالمون. مضبوط. It's different. مع هلا كمان البطاطا اللي تحت اللي هي شوي هلا صارت كثير رح يعطي طعم. بطاطا كمان؟ مضبوط. بطاطا تحت. هيك بنبلش. مخبية. شو يا لولا؟ خلص هاي لإلي، ما بقى كثير. هلا بنشوف قد ايه السمو كيف بعد لونه بتجنن من جوا. عروق شوي هلا بوتش يعني بيبقى ناي شوي من جوا او لا؟ لا هو بوتش يعني هو بده ينزل بالمي. سؤال يعني مزبوط، لما بنعمل بوتش سالمون او جريلد سالمون وبنروح على السوبر ماركت بدنا نشتري، لانه واجهت هالموقف امبارح، قد ايه لازم يكون عمره السالمون؟ ليكي هو بالمبدا ما لازم يكون عمره اكثر من 3 أو 4 أيام. لانه فينا ناكله 3 أيام. مزبوط. هون 3 أيام مفتوح ومحطوط على؟ لا عم نحكي 3 أيام فاكيوم. فاكيوم باك. فاكيوم مزبوط. اوكي يعني اخذت القرار الصائب. شو عملتي فيها للسالمون؟ ما جبت طعمين هو احسن اكيد. اكيد ثانك يو سناء. هو احسن جيب كل شيء ما خفت بتعرف، لانه اذا ما قال لي بعدها جاي طازه ما دام او امبارح واصله. مزبوط. خاف لانه صح. اكيد. وبالفيليات الواحد ما في يعرف جربت صعبه. بالفيليات اكيد صعبه. هون عندنا حل واحد انه ناخذهم ونخليهم بالفاكيوم باك تبعولهم. بس اذا كانت مفتوحه لا. اذا كانت مفتوحه ما بنقدر نعرف اكيد. بما انه نحن شوي معودين على السوق اللبناني فكله طازه. انا رح اصحط عن الكرسي ما بعرف ليه اعطي غلط. شو بندوق اول شيء؟ سالمون. ندوق السالمون اول شيء مع الصوص. ما بدك تاكل شربل؟ انا لا ثانك يو. اهم شيء مثل ما قلنا انه ننتبه قد ايه حجم قد ايه السميكه تبع السالمون حتى نعرف قد ايه بدنا نخليها بقلب المي. وهون كنا عم نحكي عن الفرق باللون بين برا وجوا يلي هو كثير مبين. وقد ايه ما فيها كالوريز هالاكله؟ انه فيها كالوريز. فيها وين؟ بين الساور كريم وبين السالمون يعني. هلا الخضره اكيد لا ما فيها كثير.
وحتى الزبدة اللي حطيناها قلينا فيها البطاطا بسيطة. كمان رجعنا شلنا نصها لبدا. سو بالمبدأ ما فيها كثير كالوري. تريبون. أنا كثير حبيت الساور كريم، شفت كيف عملها للساور كريم؟ كيف لا بس طعمتها بتجنن. بتجنن هي كنا عم نقول إنه الساور كريم ما فيها لبنة، بس نحن عم نحط معها لبنة لأنه هي بتعطيها طعم كثير طيبة وبذات الوقت بتساعدنا حتى تكمش أكثر، بس هي مين اللي كرمال الطعمة؟ لأنه هيدي طعمة اللبنة الحامض يلي موجود وهون بنخفف عدد الكالوريز كمان. مزبوط. أكيد باللبنة عم نخفف عدد الكالوريز لأنه أكيد الكريم فتش فيها أكثر كالوريز طبيعي. ما دقت التفاح. Very good. أنا دقت التفاح. It's nice التفاحة. التفاحة طعمتها كثير طيبة. بتعطي sweetness. مظبوط. صح. غير شكل. ليه بقى؟ بس كل كم سنة تدرج فاكهة معينة بالطبخ. مظبوط. صح؟ مظبوط مظبوط. ليكي هي شوي هي تراند. في كثير قصص بنشوف إنه يمكن من خمس ست سنين كانت كثير دارجة اليوم ما حدا بياكلها. فهي مظبوط مظبوط. فريز. الفريز كان كثير دي كرز بالطبولي فريز بالكبة مانجا مرقت فترة كرز مانجا كمان كثير مرقت فترة لرجيت بس هلأ إذا بدك ما بقى نروح على هيدي الفواكه هالقد طعمتها قوية وهالقد اللي بتأثر بالأكل صرنا بنروح أكثر على قصص تعطينا طعمة بس طعم أوفر باورينج لكل شيء بدي أقول للي دوقني منقوش اليوم وينه اختفى هيدا بدي طعميه قتلي قالوا لك شو كان ناطرني أبو أنت عم تسألني بدك منقوش كيف بدي منقوش وفايتين على الكوكينج نحن؟ ما خبرتوني بتجنن يا شربل ثانك يو ليك شو راح أعمل؟ جيبهم أخلصهم وآخر غداية ساعتي لأنه نواي أتركهم دليشس ريلي هلا إذا عم بيسمعوكي خلص أوريدي عرفوا إنه عم بيسمعوكي حيردوا علي بقى اليوم خلص عرفوا إنه الغدا تأخر خلص حلو إنه كيف قدرنا نخلط بين السخن والبارد إيه عادة ما بنخلط لأنه عادة ما بنخلط هون أكيد بدنا ننتبه على التمبتشر وقت عم نخلط بارد و حتى دغري بده يتقدم بده يتقدم بسرعة وبده ما تكون الحرارات كثير عالية لأنه بنكون نحن الفكرة إنه عم ناكل شيء مسقع مع بارد إذا كانت حرارة السخن كثير عالية رح تصير البارد كمان مزبوط وأكيد بدنا ننتبه بالديسبلاي اللي عم نحطه بالصحن مفروض على طول البارد يكون فوق أكيد مش تحت بس الفوتش إجمالا ما بيتقدم سخن هو بيتقدم فاتح ايه هو اصلا نحن عم نعمل بوست على حرارته ما كثير عاليه ما بيسخن اصلا مزبوط يعني ما كثير بيسخن واكيد التوبينج تبعه له اذا بارد زعبيره مفروض نحطه فوق مش تحت جريت ثانك يو شربل مشاهدينا رح تكفوا لايف من بعد هالفاصل وانا بتمنى لكم ا جريت ويك اند بشوفكم الثانيين الصبح تشاو